تحت شعار أحياء التراث هو ارتباط بالوطن، انطلقت فعاليات مهرجان تل أبيض الرابع للثقافة والفن، والذي يستمر على مدار يومي 28 و29 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري بمشاركة شعبية كبيرة. المشاركون في المهرجان من مهجري تل أبيض جريسبي ورأس العين ساريكاني أكدوا على التمسك بالتراث والثقافة التي تمثل هوية الشعوب السورية الأصيلة، مشددين على مقاومة الاحتلال التركي حتى تحقيق النصر والعودة الحتمية القريبة إلى مناطقهم. نحن أبناء تل أبيض كمهجرين من تل أبيض بسبب الاحتلال التركي الغاشم الذي هجر أبنائنا وهجر مواطنينا وخلق من المنطقة وغير فيها ديموغرافيا، فنحن الآن صامدون في هذا الموقع، وحضورنا ووجودنا ومشاركتنا بهذه الفعالية هذا دليل من دلائل الصمود، وإن شاء الله وبإذن تعالى نحيي هذا الاحتفال في السنة القادمة إن شاء الله، نحيي بمدينة تل أبيض الأبية الصامدة. أبرز سمات مهرجان تل أبيض كانت إحياء التراث الأصيل وإبراز الهوية الثقافية لشعوب المنطقة من كافة المكونات وإظهارها للعالم، على الرغم من محاولات الاحتلال التركي ضرب الاستقرار في المنطقة وطمس ثقافة السكان الأصليين. هذا المخيم في هذا المهرجان أيضا ضمن المخيم نبرز عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا أمام العالم أجمع وأمام شعوب شعوب شمال وشرق سوريا وسوريا عامة. نقول هاي ثقافتنا، هاي عاداتنا، هاي تقاليدنا، هذا مجتمعنا بعربه وكرده وأرمني وتركمانه، نحن شعب واحد متحابين متضامنين متكاتفين. مهجروا المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها، بالإضافة إلى أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، أكدوا أنهم يد واحدة في مواجهة سياسات الاحتلال التي تهدف إلى زرع التفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المنطقة. هذا المهرجان أهالي سيركاني وسلوك وتل أبيض وكل قرى من الرجعفة بمشاركة هذا المخيم، ونحن في تنظيمنا بهذا المخيم بأفراحنا ومهرجاتنا يد واحدة نساء ورجالا. كما تخللت المهرجان عروض تراثية وثقافية وفولكلورية، من ضمنها عروض الخيول الأصيلة وإعداد خبز الصاج ومقتطفات من التراث الغنائي للمنطقة.